بونسوار لكل المشاهدين، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هيدا الفيديو عن عقل الرمان يلي زرعناه هون قبل، ويلي فرجيتكم اياهم كيف صاروا شلشوا وقتها تقريبا من سنتين، وهلا بعضهم بقلب هاي انا ما قدرت فردهم، بس حبيت فرجيكم كيف صاروا. شوفوا هلا هول ما قادره هز عليكم، ما قادره اشيلها، ما عم تنشال لانه الجذور صاروا تحت، انا تركتهم بقلب هاي. ليكو هيدي كنت انا بدي ازرع فيها نعنع وما قدرت ازرع فيها نعنع، شفتوا كيف كنت مرسمتها وعملت لها هيك موديل حلو، فكنت حابة ازرع فيها نعنع وما قدرت ازرع، ما لحقت، فحطيتهم بقلبها وبقيوا. فشوفوا هلا هاي ما عم تنشال، يعني ما بتنشال، يا حو الجزر صار تحت، بس شوفوا هن كيف صاروا، ليكوا عن بعيد، شوفوا شو كبرانين. هلا اكيد ما فيهم، ليكوا لفوق لهون لهون، اوكي. انا ماني موجوده بقى بهيدا المحل، بس جيت طليت على مزروعاتي وحبيت فرجيكم كيف صاروا الرمانات. هول عايشين، اوكي، هول عايشين، شوفوا عايشة، يعني هاي خضرة. ما عم تعمل فوكس، شفتوا أخضر خضرة. بكرة إذا الله راد أول الربيع ببلشوا يطلعوا الوراق، ولازم لهم بدنا ننقلهم، لازم نشوف حدا ينقلهم على أرض. هول أخذتهم من شجرة هون، عملناهم عقل وقتها، عملناهم عقل. ويني ويني، فهول هن مشاهدينا، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وفي هاي كمان ليكو كمان علقانة تحت، عملتها بكباية، كمان علقانين الجذور تحت ما عم تنشال. شفتوا الكبايات ما بيضاينوا كتير، خلص اهترت يعني، كمان بدها نقل. اوكي، هول هن الرمانات، يعني هلا شكلهم هيك يابس لانه نحن هلا بشهر واحد وكتير سقعة، هلا في العاصفة، هلا هالعاصفة ياسمين هالاشد على لبنان، فطبيعي ما يكون في ورق اخضر غير بس على الزيتون. هاي الزيتونة، اوكي، هاي الرمانة، هي مزروعة هاي الرمانة حد الزيتونة، فشلت منها وقتها وعملت هودول انا، طلعوا لي هول، بس شوفوا مش قادرين نحركها، ما بيتحركوا، جذورها مدوا لتحت، يعني هيك بصير لما تتركوا العقل فترة طويلة وتحطوهم بقلب هيك بده يمد الجذر، مستحيل، يعني بده محل يروح ويزورب وينزل. عرفتوا كيف؟ هلا هاي بما انه مش مزروع فيها شيء ما في بقلبها جزر، هاي بس هول كلهم ليكو حتى صار في بالزيق جوا، يعني عقل قديمين. شوفوا كلهم مثبت مثبت، كلهم مثبت هون. هذا كان بدي ازرع فيه نعنع، اوكي، حتى انا حتى تحت بقلب هيدا كنت محضرة التربة، حتى سماد بقر، سماد عضوة بقر معالج، يعني في بقلبه غذاء هيدا كمان، يعني هول هلا عم يستفيد من يستفيدوا من هاي. وهي المجنونة كمان طبيعي هلا هيك وراقة، وهي مجنونة كمان تانية حطيتها بهيدا البرميل. كل شيء هلا صاير لونه هيك. في عندي شجرة الحامض، رح فرجيكم شجرة الحامض. هيدي شجرة الحامض تركت هون وحدة لحتى صور لكم اياها، وهيدي العريشة، عريشة العنب كمان، وهي شجرة الناشي كمان عطتنا فواكه، يا ريت قدرت اصور، كمان ما قدرت اصور. هاي الفل
هون كمان هيدي العنب وهيدي العطرية كمان بعدها خضرة رغم الطقس. العطرية دايما عم بيكون لونها أخضر رغم الشتاء. شوفوا كيف صارت. كمان حابة فرجيكم تفاح. هيدي التفاح، تتذكروا التفاح اللي زرعناه من البذر؟ ليكو كيف صار. بعدها عايشة يعني. شوفوا شوفوا شوفوا، طويلة 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 لفوق. شفتوا؟ هاي تفاح من البذر. يا حنة وراقة. هيدا تفاح. بعدها عايشة. عنا بيت اليوكا كمان شوفوا هون. مقصوصين صاروا. بس شوفوا هون البيبيز قديش خلفت. ليكو تتذكروا عملنا فيديو عن نبات اليوكا وقتا شلتهم كانوا صغار. بعضهم صامدين. اليوكا كتير بتتحمل، بتتحمل قلة مي، بتتحمل شمس، يعني نبات كتير قوي. يلي بحب يزين بلكونه او جنينه وما قادر كتير دايما يسقي وهيك، اليوكا كتير نبات مناسب. وهيدي الحامض كمان شوفوا شوفوا شو نازل هون. شوفوا شو طالع. طالع الكاكتيس صبار. هيدي الحامض كمان زرعتها من البذرة. شوفوا قديش صار جزعة. ها من البذر. يعني أنا للأسف ما في عندي أرض حتى لا أزرع فيها، فلازم أعطيهم لحدا يهتم فيهم يحطهم بأرض قريبا إن شاء الله. رح وزعهم وحتى ما يموتوا هون. ولهون مشاهدينا رح أنهي الفيديو، بس حبيت فرجيكم عقل الرمان كيف صاروا و تتشوفوا قديش ضاينوا حتى بهودول الأنانة وكيف نجحوا وإن شاء الله أول الربيع هذا كله رح يخضر وبدنا ننقلهم على أرض. لازم ننقلهم على أرض، حرام يضلوا هيك. أوكي أحبابي انتبهوا على حالكم، تدفوا منيح، كتير سقعة، ديروا بالكم على حالكم. أنا بودعكم وبنلتقى بفيديو جديد. أوكي يلا باي باي.